الحنين. برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. يا الله يا كريم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على إذاعة وطني. نحن على المباشر اليوم الجمعة 13 ماي 2016 في برنامج الحنين، حيث نستضيف الشاعر الجزائري سليمان جوادي بدون إطالة. مرحبا بك الأستاذ سليمان جوادي. مرحبا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وجمعة مباركة لجميع مستمعي إذاعة وطني الذين أحييهم بهذه المناسبة، وأنا أعتذر عن موعدنا السابق يوم الجمعة الفائتة، حيث لم تهيأ لنا الظروف التقنية للقاء هذا الجمهور الواسع والرائع. الله يبارك فيك الأستاذ سليمان. بداية، البرنامج نتاعنا نتاع الحنين هو برنامج يختلف على كثير من البرامج، بحيث هو أنه في هذا البرنامج نحاول استعادة بعض الذكريات اللي جرات يعني في الماضي، بالإضافة إلى أنه هذا البرنامج الهدف نتاعه الأساسي والرئيسي هو كسر الحواجز النفسية بين الجزائريين. بداية أستاذ سليماني، نعود نرجع معك للنشأة. كيفاش نشأ الأستاذ سليمان جوادي؟ وش هي التربة اللي نشأت فيها؟ ومن الصعب جدا واحد يستذكر، خاصة وأنا في هذا العمر، لكن لا بأس أن أعطيك بعض المحطات. نعم. أنا من أسرة تنحدر من منطقة كوينين، وهي قرية كبيرة أو مدينة صغيرة تابعة لولاية الوادي. نعم. وهي نفس القرية التي ينحدر منها كبير شعراء الجزائر الشيخ محمد العيد آل خليفة والإمام الكبير محمد الطاهر العبيدي. نعم. طاهر العبيدي الذي كانت له مناسبات مستفيضة وعلاقة طيبة ووطيدة بالشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمهما الله. نعم. قلت أنا أنحدر من كوينين، لكني ولدت في بلدة جامعة. نعم. وهي أيضا من المدن التابعة حاليا لولاية الواد، ولكن جغرافيا تعرف بمنطقة وادي ريغ، حيث أن صحراءنا الجزائرية معروفة بثلاث ويدان كبرى، وهي وادي ميزاب ووادي سوف ووادي ريغ. وادي ريغ هذه أهم مدن هي تبغرت وجامعة والمغير. نعم. فأنا ولدت في جامعة، وانحدرت أو سافرت أسرتنا إلى الجزائر العاصمة في بداية الاستقلال، وهناك يعني درست ونشأت وترعرعت، وكانت لي علاقاتي وحميمياتي و
كل شيء، لكن ذكريات الطفولة كانت يعني ربما ما زالت هناك صور باهتة، لكن رغم ذلك لأنها كانت جميلة، ذكريات عن مواطنين جزائريين يحبون بعضهم البعض. هذه في جامعة، كانوا كلهم أغلب سكان هذه المدينة كانوا يرفضون الاحتلال الفرنسي ويكرهونه ويمقتونه، وحتى هذا الاستعمار البغيض كان يعني يعاملهم معاملة سيئة، لأنه كما تعرفون الصحراء الجزائرية كان هناك حكم عسكري ولم يكن هناك حكم مدني، فكان هناك تضامن وتآزر وتحابب كبير بين سكان تلك المنطقة، منطقة جامعة. هذه المنطقة فيها كثير من، إذا كنا إذا صح التعبير، الإثنيات. نعم. العرب وهناك الأمازيغ، هذا الرواغة يسمون في المنطقة باسم الرواغة، وهم الأمازيغ السود. هناك أيضا ولاد مولات، يعني كان هناك بعض العروش العربية، القحة يعني بنو هلال وبنو سليم، في زوج كانوا موجودين فيها وما زالوا إلى حد الآن، وكان هناك تعايش يعني كبير جدا بين هؤلاء السكان، وأيضا تصاهر بيناتهم، حتى أنك الآن في اللحظة التي أتكلم فيها أصبح يعني هناك ما يمكن أن نسميه المواطن الجامعي، يعني ما يقولوش هذا مثلا من أولاد الحشان، ولا هذا صوفي، ولا هذا مولاتي، ولا هذا نايلي، يعني أصبح هناك مواطن جامعي. ولم تعد تظهر هناك خلافات أثناء مثلا الانتخابات ولا شيء، يعني أصبح يعني يمكن أن نقول أنها مدينة مثالية لمثل هذه الأمور. نعم، الأستاذ سليمان، كلنا درس في الجزائر ودرسنا في ظروف تختلف على الظروف اللي الآن راه يعيشها المواطن الجزائري، ولا شك هو أنك أنت درست في المدرسة الجزائرية، يعني وش هي الأحوال الاجتماعية اللي درست فيها أنت في المنطقة اللي كنت أنت تدرس فيها، يعني في الابتدائي؟ أنا الابتدائي انتهي درست في حي اسمه من أحياء بوزرعة اسمه فوجرو، حي فوجرو. درست في العاصمة. في العاصمة أنا درست. نعم. في العاصمة حي فوجرو، يعني كان هناك يعني أولا كان اللي درسونا أغلبهم جزائريين، يعني ما كانش هناك يعني المتعاونين العرب، حتى لا أقول كلمة الأجانب، لكن أيضا كانوا بقايا الفرنسيين اللي بقاوا يدرسوا، فرنسيين يعني من أصول فرنسيين، وبقاوا يعني بسكناتهم وكذا، ولكن كانوا يعني ناس يعني مسالمين، ناس يبحثون عن خبزتهم، يعني ما همش يعني معمرين أو مستعمرين. هو نعم. فدرست يعني، وكانت يعني هذه المدرسة التي درست بها مدرسة تطبيقية، أي أنها مدرسة تقريبا ملحقة بدار المعلمين بوزرعة، حيث كان المعلمون ومساعد المعلمين يطبقون في هذه المدرسة. نعم. يعني كانوا يعني يديروا الدروس التطبيقية نتاعهم في هذه المدرسة، لذلك كان المديرين يختاروا يعني بدقة، فتصور أن أول الأمناء العام
أتهم للعمال عبد القادر بن يونس. فكان قبل من ببيع عبد الله، ثم أصبح مدير بعد ما عين كمن عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين. نعم. مدير اسمه شرفي، وهذا شرفي كان أستاذ للغة الفرنسية ثم اللغة الإسبانية، وهو يعني مثقف من درجة عالية ودرجة كبيرة جدا، لكنه آثر أن يبقى في التعليم الابتدائي، لأنه كان يعتبر نفسه صاحب رسالة. نعم. كيف عرفت ذلك؟ لأني أنا في نفس المدرسة التي درست فيها درست فيها، أصبحت معلما فيها، حيث أن بداية حياتي المهنية كانت في التعليم. نعم. المحيط المدرسة كان رائع جدا، يعني بطبيعة الحال كان أغلب التلاميذ هم من الطبقة الفقيرة المعدمة جدا، حيث كان يعني كثير من التلاميذ يجيوا مخوفات عولات إلى المدرسة، يعني رغم نظافة المدرسة ونظافة، إلا أن التلاميذ مع الأسف ولا غالب لأنه ذلك الظرف، يعني كنا خارجين يعني من المستعمر الغاشم، مستعمر يعني فعل أفاعله هذا الشعب، يعني كنا درسنا في ظروف صعبة جدا. ومن بين الذين درسوني في الابتدائي، وهذا يعني من الأشياء التي ربما حظيت بها، الدكتور عبد القادر فضيل، هذا المختص في التربية والذي تبوع مناصب كثيرة في وزارة التربية، أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وأيضا الأستاذ الدكتور مصطفى سواق الذي كان مديرا عاما للجزيرة، حيث درسني في الابتدائي في هذه المدرسة. طبعا يعني أنا بقيت يعني في الحوم في بزرعة، حيث من هذه المدرسة ملل الأستاذ سليمان، ملل الصغر نتاعك عقبته في بزرعة، مش في ودسوف، في بزرعة. يعني حوالي نعم، يعني ما لم أقضي في جامعة كثيرا من سنوات عمري، يعني يعني حياتي أغلبها كانت، لكن أنا دائما تسكنني البداوة. نعم. حتى أن الدكتور أمين الزاوي كتب مرة مقالا عني في جريدة الجمهورية. نعم. قال أن هذا الرجل علي، أنا قلت ما أن تلتقيه إلا تشعر وكأنه نزل أو جاء من التو من البادية. نعم. مع أن أعرفه أنه ابن العاصمة. نعم. باقي البادية تسكنني بكل المحاسن الموجودة فيها، يعني ما أثرتش فيك اللهجة العاصمية. مشكلتي ربما قد يعتبره بعض الناس تلونا، ولكني لما ألتقي بأولاد الحومة كما أقول أصبحوا عاصمين. خلاص ملك تلقى مع أصحاب العاصمة تتكلم باللهجة العاصمية. أجل العاصمية، حتى يعني أغلب يعني إخوتي وكل، فقط أنا يعني هذا اللهجة الثالثة ما بين الفصحى والدارجة تغلبت على مجموعة كبيرة منا، ولعلك واحد
منهم. نعم ربما كيف ما نقولوا الوسط الثقافي هذاك اللي تتكلم فيه يخليك هو دائما تميل للغة العربية أكثر من الميل للهجة العاصمية. فعلا فعلا. نعم. فهذه يعني تقريبا وش هي الأشياء اللي رسخت في الذهن نتاعك يعني من السن نتاع الطفولة، يعني أشياء اللي ما زالك تحن ليها، الأشياء اللي ما زالك ترجع ليها مرة على مرة ولا حتى تمارسها، وش هي الأشياء اللي بقات راسخة في الذهن نتاعك ومنذ السن نتاع الطفولة؟ والله أنا كتبت حتى في بعض المنشورات نتاعي في الفيسبوك. نعم. على كثير من الأشياء الجميلة اللي فقدناها كانت موجودة في العاصمة. العاصمة أنا ضد الناس اللي يشوفوها بأنها غول وأنها عاصمة يعني مستلبة، بالعكس كانت العاصمة ربما من أجمل عواصم العالم. نعم. كانت فيها الأشياء الجميلة، ربما أنا نقول لك الكلام والدموع يعني تنزل. كانت العاصمة، كانوا ولاد الحومة يعني يغيروا على بعضهم البعض، يحبون بعضهم البعض. من اللي نزلنا احنا في العاصمة ما كانش هناك عبارة هذا قبائلي وهذا شاوي وهذا عربي وهذا صوفي وهذا يجيجلي. يعني تصور أن العمارة اللي أنا نسكن فيها كانت تمثل الجزائر، 48 ولاية الموجودة في الجزائر، كلنا نحب بعضنا ونغير على بعضنا وننظف المحيط نتاعنا بلا ما يجينا البلدية، بلا ما يقولنا إمام المسجد، بلا ما يقولنا حتى واحد. نعم. يعني كان الأشياء، والله ذكرتني الأخ نوردين من الأشياء الجميلة التي أتذكرها والتي يعني لو كان نحكيها البعض يعتبرونها نوعا من الخيال. نعم. وهي أننا كنا لما نرجع من صلاة الفجر كان هناك شبه مصلى ولا أقول مسجد، حاليا الله يبارك أصبح مسجدا كبيرا موجود في مكان يسموه كلارفال. نعم. هذه فوجل وكلارفال يعني كانوا حيين ملتزمين حتى في الفريق نتاع كرة القدم، فكان عندنا فريق يسموه USFC يعني فوجل وكلارفال يعني. ونصلي في هذا المصلى الذي أصبح حاليا مسجدا، نرجع إلى بيوتنا في الطريق نجد أمام المتاجر والبقالات صناديق نتاع الحليب. هذاك الوقت الحليب لا يباع في الأكياس كما هو الحال، كان يتباع في الزجاجات نتاع الزجاج يعني في قارورات نتاع الزجاج، فكنا نحط القرعة الفارغة ونرفض القرعة الملأة ونضع السعر في الصندوق. وصاحب المتجر يعني كان غالق المتجر، وكان والدي رحمه الله يحب يقرا جريدة الشعب ولكنها ما تجيش في الطريق نتاعو، فكنت نروح انا لجهة الوراقة اشتري جريدة الشعب ونحط. هذاك الوقت كانت تباع بخمسين سنتيم، نحط في المكان تاعها 50 سنتيم ونجي رايح، ويجي صاحب الوراقة وصاحب البقالة ويجدوا الأموال نتاعو كما هي. وفي حالة إذا ما وجدش مثلا وجدها ناقصة، لقى مثلا باللي راحت 10 قارورات والسعر نتاعها 9 قارورات، يتأكد باللي راح يجي هذاك الإنسى وما حطش عليك الدراهم. نعم. يعني هذه من الأشياء اللي أترسخ في الذهن نتاعك. من الخيال ولكنها كانت واقعا، كانت واقعا. وفي العيد مثلا، العيد مثلا هل ترى تشفى مثلا على بعض الأشياء كاللباس مثلا اللي كان شريه لك الوالد هكذا
مثلا الدخول نتاع المدرسة، قال مثلا السنة الأولى أو حتى فيما بعد، يعني قال مثلا بعض الأشياء هكذاك اللي بقات يعني تستذكرها لما مثلا تكون أنت مع الأولاد هكذا أو مع الأقارب هكذا، تعاود تستذكرها، تعاود ترجع لك. طبعا يعني كان الوالد يعني رب رغم يعني قلة ذات اليد، إلا أنه كان يحاول قدر المستطاع أن يفي بهذه الأغراض، خاصة الأشياء التي تفرح. فكان يعني في الأعياد يعني يوسع كما يقولوا على العائلة، فكان يحضر لنا الألبسة الجديدة، وبطبيعة الحال يعني في هذه الألبسة يعني تبقى معنا إلى أن تبلى. ها نعم الظروف بطبيعة الحال يعني لم تكن يعني ميسرة كما يجب، لكن كان هو يجتهد لأن نكونوا لابسين مليح ككل الأطفال. وبطبيعة الحال يعني كنا كأطفال يعني ندور على كل السكنات، كل الشقق يعني نروح ونعيد عليهم كل حاجة. وأيضا بالنسبة للدخول المدرسي كان بطبيعة الحال هو ما كانوش كما الآن، يعني كان كثير من الأسر يلحوا على أن يذهبوا هما بأبنائهم، يعني كنا نروح وحدنا يعني ما نعم كانش مشكلة. ولا يستدعى يعني أولا كنا احنا تلاميذ وكأطفال نحاول أن نجتهد وأن نحاول أن نرضي أولا رغباتنا في الدراسة، ونرضي أولياءنا، ونرضي بطبيعة الحال معلمينا. فما كانوش يعني يلحوا على أن يذهبوا معنا إلى المدارس. نعم أتذكر أن حاليا يعني في المرحلة الابتدائي كان يعني الوالد يعني في السنة الأولى يعني أسلمني للمدرسة وخلاص، ولكن كانت الوالدة رحمها الله أحيانا تسأل. أما يعني لأنه لماذا؟ لأنه ربما كنا جيل كما يقول لي برناوي كان يقولها رحمه الله أنه ربنا أرواحنا يعني. نعم الأستاذ سليمان، كيفاش كانت البداية نتاعك مع الشعر؟ كيف عانقت الشعر؟ أنا علاقتي بالشعر يعني ربما يعني شيء يعني لم أدري كيف بدأت الشعر، فقط يعني أنه كان هناك ربما خلفيات. أن الوالدة رحمها الله كانت تقول ما يشبه الشعر في أفراحها الكبيرة جدا وأطراحها الكبيرة جدا أيضا. نعم تقصد الأقوال هذه. أقوال يعني ما يشبه الشعر ومغنى يعني. نعم أيضا والدي رحمه الله كان صديقا لكثير من الشعراء، وأهمهم الشيخ محمد العيد آل خليفة، والشيخ حمزة بوكوشة، والشيخ عبد المجيد بن حبة العالم الجليل وعالم في الأنساب. قلت كان صديقهم، وأيضا كان من ضمن معارفه، ولا أقول صديقه لأنه كان فرق كبير في العمر، الشيخ محمد أخضر السائحي الكبير. ف منذ يعني نعومة أظافري يعني كان وجدت مكتبة الوالد عامرة بالكتب وبدواوين الشعر. واللي ربما من الصدف أقولها أنه درست كما قلت لك عند الشيخ عبد القادر فضيل. فضيل، نعم الشيخ والدكتور عبد القادر فضيل، كانت له محاولات في كتابة الشعر، ومصطفى سواد أيضا كانت له ومحاولات في الشعر. وفي دار المعلمين ببوزرعة درست عند الشاعر الجزائري الكبير
ربي يمتعوا بالصحة والعافية. صالح خباشة، هذا صالح خباشة يعني أتمنى أن تلتفت إليه وزارة المجاهدين ووزارة الثقافة، يعني علم من أعلام الشعر الجزائري وواحد من فطاحلة الشعر الجزائري، يعني ومن شعراء الثورة الجزائرية. لست أدري ما الذي يمنع هذه الوزارات وهذين الوزارتين. عندك علاقة بها؟ طبعا هو أستاذي وعندي علاقة به كبيرة جدا. ممكن بلك نديروا معه حوار هكذا في المستقبل، إلا كان عندك علاقة به نتصلوا به ننفضوا عليه الغبار هذا. هذا الغبار اللي راهم ضربينه عليه. يعني إذا كان واحد ذوك هذا يعتبر راهو مرجع في الشعر، كيفاش يعني ربما شباب ما يعرفوش خلاص أصلا تذكر الاسم نتاعو يقول لك ما نعرفوش؟ لأنك تعرف راه عندك علاقة بالإعلام، الأشياء التي تذكر في الإعلام تصير محل اهتمام، والأشياء التي لا تذكر في وسائل الإعلام واحد ما على باله فيها. هذا كثير من الأشياء، هذا هو أبناء الثورة تتحدث بأسعار نسميه. قرب شوية الميكروفون أستاذ سليمان. قلت لك أبناء نعم أثناء الثورة كتب باسم عيسى موسى. دارك تتكلم بالهاتف؟ نعم. لا لا نسمع فيك، ولكن ظاهر هو أنه راك مكونكتي مع الفيسبوك، كاين الناس اللي راهم يتصلوا بك. لا ربما حاول هو أنه في المدة هذه نتاع الحوار هو أنه تبقى فقط مربوط بالسكايب على جل باش ما يحدثش التشويش هكذاك برك على الحوار. صح. نعم. قلت لك ان صالح خباشة عنده اهم ربما شيء او معاناة عناها في سنة 70. نعم. حيث كتب قصيدة اسمها التعلموجي. التعلموجي. نعم. التعلموجي لما ونشرت يعني في جريدة الشعب اللي هي جريدة حكومية وحزبية يعني. نعم. لكنه يعني توبع بأسئلة عنها وبمشاكل كثيرة عنها، ولكن أصبحت يعني هذه القصيدة طبعت وتوزع بين لأنه كان من الناس الذين رفضوا تكوين المعلمين بطريقة الكوكوت مينوت، يعني سنة وروح تقري. فقال يجب يبقى دار المعلمين أو دور المعلمين التي كانت موجودة تبقى على حالها، تكون يعني لمدة نتاع 4 سنوات أو سنتين كذا حتى نخرج معلمين جيدين. فكان ضد هذيك إنشاء هذه المعاهد التكنولوجية. نعم. صارت له محنة ولكن تجاوزها وأصبح، وكان من أشهر القصائد نتاعه هي قصيدة التي كتبها وهو أثناء الثورة. نعم. وهو موجود في بغداد. نعم. نحفظ أنا منها المطلع نتاعها، يقول نأى وطني العزيز برغم أنفي وكم ذكرى عليه تركت خلفي، نأيت عن الجزائر طال عهدي كأني غبت عنها منذ ألفي، فكم لي من شتاء في اغترابي ولا قبس من الأهلين يدفي، وكم صيف قضيت على الشواطئ وما مثل الجزائر أي صيفي، إذا ابتسم الربيع استقبلتني أكاليل الربا من كل صنفي. يعني وهي قصيدة طويلة إلى أن يتكلم فيها عن المستعمر الفرنسي، ويهجو فيها من يريدون الاندماج، وقصيدة طويلة فائية ومنشورة يعني، وكانت كنا نحفظها لما كنا صغار. إذن قلت لك أنه من
قريت عند هذا، وأيضا عند الشاعر السوري الكبير شوقي بغدادي، وهو من الشعراء الذين درسوا في بوزالعاء، وهو من رواد الشعر الحديث، الشعر العربي الحديث، وكان مكسبا لل اللغة. لا، وكان مكسبا يعني في للجزائر. نعم. حتى انه يعني بيني وبينك، وحتى ولو انها معليش كلها، هو يحمل فكر يساري يعني متطرف في اليسارية تاعه، ولكنه كان مثقفا كبيرا. نعم. يعني كان علمنا كيفاش كيف نتحاور، كيف نناقش، يعني شيء جميل. ونحن كنا في مقتبل العمر، ولكن كثير من الطلبة اللي كانوا معنا أبقوا متأثرين به إلى يوم الناس هذا. نعم. إلى يوم هذا يعني متأثرين بشوقي بغدادي، وكانوا كل ما يروحوا إلى سوريا إلا ويذهبون إلى بيته الذي أصبح محجا لكثير من أصدقائنا. فقلت أنه أصدقاء الوالد وهذا الأساتذة كلهم جمعوا، وأنه ربما منذ نعومة أظافري وصغري، كان عمري حوالي 18 سنة، بديت ننشر في الصحافة، وكانت هناك يعني اجتمعت كثير من الظروف أيضا، لأنه أولا درسوا معنا حتى يعني في نفس الدار هذه، درس محمد صالح حفظ الله الأديب المعروف، درس جمال الطاهري الله يرحمه، طاهر حجار وزير التعليم العالي الحالي، كثير من الأدباء، محمود بن مريومة وهو شاعر معروف توفي مؤخرا من جيجل. فهؤلاء هذه العوامل جميعا جعلتني أبقى متشبثا بالشعر وبالأدب. نعم. الشعر بديته في مرحلة مبكرة ولا حتى كبرت يعني؟ مبكرة، ربما حوالي 12-13 سنة بديت نكتب. نعم. 1900 كتبت يعني ربما أول قصيدة موزونة فيها يعني، وحتى يعني كان شوقي بغدادي وصالح خباشة أعطوني رأيهم فيها، كانت 1969. وقعت هناك فيضانات كبيرة في منطقة المغير وفيها كذا، فأنا درت محاولة وكانت موزونة وانطلقت منها. أيضا كان فكرة ربما جيل السبعينيات كلهم انطلقوا منها، وهي ما يعرف بالنكسة العربية، وهذا سنة 67. نعم. يعني كل محاولاتنا هذه حول فلسطين والصمود، ضرورة الصمود العربي، يعني كانت هناك، ولكنها لم تكن تلك المحاولات ترقى إلى مستوى الشعر. نعم. كان الاسم نتاعها، الفحوى نتاعها، هو ثائر ولا الثائر؟ طبعا. نعم. كنا نتكلم عن ضرورة تآزر كل الأمة العربية من أجل طرد الصهاينة نعم. وش هو الشيء اللي تلقاه انت في الشعر الأستاذ سليمان؟ أجد أن متنفسي في الشعر، أنا لا أستطيع أن أحيانا نقول أنه يقولوا للناس لماذا لم تتجه كزملائك، ربما احنا جيل السبعينيات، بقيت أنا يعني تقريبا وأزراج لأوفياء للشعر.
نعم أغلبهم الزاجي اتجه إلى المقالة السياسية، دكتور حمدي اتجه إلى البحث العلمي، أحلام مستغانمي وزتيلي اتجهوا إلى الرواية. درستوا كيف كيف انت وأحلام مستغانمي؟ لا قلت جيل 70، آه أجيال يعني. نعم لا لم ندرس نعم طبعا ولا واحد. الوحيد الذي درست تقصد على بس التوجهات. معه هو محمد حرز الله فقط، نعم وطبعا جمال الطاهري رحمه الله. نعم فقلت لك بقيت وفي، لأني أجد في الشعر متنفس، هذا هو نعم والأشعار اللي كتبتها يعني طيلة هذه المسيرة نتاعك، وش هي الأشعار اللي تعتز بها يعني تحس بها باللي أحدثت يعني نقلة هكذا نوعية في الجزائر ولا في الثقافة إلى غير ذلك؟ وش هي الأشعار اللي راك الآن يعني ما زالك الآن تعتز بها؟ وش هي؟ هو أنا يعني كل ما كتبته أولا أحسه وأشعر به يبقى مدى تأثر الآخر به، مدى تأثر المتلقي بهذه الأشعار. نعم الأشعار. أنا كتبت ربما هذه قصيدة مطولة اسمها رصاصة لم يطلقها حمى الأخضر، وهي إسقاط على الواقع الذي نحياه ونعيشه. العنوان تاعها رصاصة. رصاصة لم يطلقها حمى الأخضر، وحمى الأخضر هو هذا واحد من كوادر الثورة التحريرية، نعم توفي يعني في بداية الثورة في 1955، ويعني كان بطلا يعني أسطوريا يعني منطقة الوادي، يعني كانوا كثير من الناس يعني دايرينه مثل الأسطورة المقدسة. وفي نفس الوقت لأنه كان ربما يحمل فكرا يساريا متطرفا، فكان مقصى من طرف بعض إخوانه وزملائه ورفاقه في الجهاد. هذا موتته أيضا استشهاده، يعني كان استشهادا بطوليا في معركة يعني كانت غير متكافئة، لكنه كبد فيها العدو خسائر فادحة اسمها معركة هوتشيكا، وهي معروفة كثير. قلت أنه هذه القصيدة لما قريتها ربما منذ 1911 نعم قرأتها في الجاحظية، وأنا أقرأها أحسست وكأني كتبتها للتو، مع أنها كتبت سنة 1982. هذه القصيدة قلت يعني دارت عليها دراسات كثيرة راها الآن موجودة معك هكذا يعني، ولا تحفظها على ظهر قلب هكذا؟ والله لا ممكن هو أنك تقرن بعض الأبيات نتاعها. هي قصيدة حرة نعم فيها من ربما من أقرأ لك المقاطع المؤثرة فيها. نعم كل سمير تحاصره الآن مصغبة، نعم والذين يكون ارتداد الشعر أنا ذا فليمت كل ذي خسة أقطف شعر من نزوات سمير ومن رغبات سمير ومن أعين الفاتنات اللواتي احتلقن بحب سمير وأنذرنه بانتحار المروءة في ساحة الشعراء. هنا ساحة الشعراء وها أنا ذا غارق في متاهات هذا الزمان أفكر في جملة لم أقلها وفي مدن لم أزرها وفي امرأة يتلخص فيها جميع النساء وفي قبلة
فتلخص فيها القصائد تختزل الشعر والشعراء هنا ساحة الشعراء بربك هاتي فهذا أوام القصائد هاتي أنا غارق في المشاكل يا صاحبي والمدينة لا تقرأ الشعر لا تحفظ الشعر تنبذ أبناءها الطيبين ودون القراءة والفهم تقرأ تفهم هذه اللعينة أن قصائد أبنائها الطيبين ممشكلة بالمشاكل تدعو بأشكالها وبإشكالها نحو تشكيل شكل جديد لواقعها المستقر أواقعها مستقر وواقع أبنائها الطيبين يبشرها بسقوط أخير أجل إن واقعها مستقر كما قيل في موجز الأنبياء أفضل يا صاحبي أن نغير مجرى الحديث فجدراننا هي جدرانهم والمدينة ميراثهم والذين أصيبوا بمس من الشعر مثلي ومثلك ميراثهم كل ميراثهم حبهم حزنهم حلمهم فلتغير حديثك أو فلتكن آخر الشهداء هنا ساحة الشهداء تذكرت حمى ترى من يكون شهاب أضاء البغاري ولكنه حين مات أضاء الجزائر كل الجزائر هذا مقطع أقول في مقطع آخر منها أخي أقول في مقطع آخر منها نعم الأستاذ هو الله هو الله يدرك ما في الجنوب وما في القلوب ويدرك ما في السماوات والأرض ما في الورى من عيوب هو الله أقرب منكم إلى الشعب فاعتبروا أيها المؤمنون به علنا أيها الكافرون به في الغلوب هو الله حي فلا تقتلوا ثقة الشعب فيه ولا تعزفوا باسمه كل لحن طروب هو الله أرأف منكم بنا يتفقدنا كل حين يعلمنا الصبر والحب ينزع عنا جميع الكروب هو الله أكبر من أن يكون عباءة باغ وتاج بليد وقول كذوب هو الله أكبر من أن يكون سلاحا يوجه ضد الشعوب ومقطع آخر يقول لأوراس حلم تداعى لأوراس صخر تفتت صخر تشتت داعى لأوراس منزلة في فؤادي ولكنني لم أعد أتصور أن الذراع تخون الذراع وأن دمي وهواي يصيران ملكا مشاعا لأوراس منزلة في فؤادي ولكن من صيروه إلها وشادوا على جانبيه القناع أضاعوا الطريق إليه فضاعوا وضعنا وضاع هذه بعض المقاطع من رصاصة لم يطلقها حمار الأخضر نعم شكرا أستاذ سليمان أستاذ سليمان دائما فيما يتعلق بالمسيرة نتاعك حول الشعر وش هي الأشعار اللي وجدت رواج كبير يعني هل ترى هي الأشعار اللي ألقيتها في مناسبات مثلا وطنية هل ترى هي أشعار اللي لحنوها ملحنين أو غنوها مغنين مشهورين وش هي الأشعار اللي لقات الرواج بطبيعة الحال نحن جمهور سميع أكثر منه قارئ يعني أكذب عليك لو أقول لك أنه رغم هذه مثلا يعني قصيدة حمى الأخضر
يعني خذات رواج بين الطلبة والمهتمين بالشعر، ودارت عليها كثير من رسائل التخرج تاع ليسونس وكثير من الأطروحات نتاع الماجستير، لكنها من حيث الشهرة ربما لم تنل شهرة ما قيمة الدنيا وما مقدارها التي غناها ولحنها محمد بوليفة، ولا قصدت تفضلي آنسة ذات العيون الناعسة نتاع مستاذ ميردي، ولا قصائد أخرى اللي غناتهم زكية محمد، ولا حتى الأغنية التي أداها الشاب خالد. أنا تفوجئت أن مرة الذي كان ينشط في إحدى أمسياتي أن الجمهور اهتم بي لأنني كتبت هذيك، يعني فاعتبرت كم بعض الجمهور معي. شاب خالد خذا بعض القصائد تاعك؟ أغنية بالدارجة معروفة عند الشباب يسموها حتى انت طوال جنحيك. نعم. وعرفت النصواب، وكان لنا معها انا والملحن تاعها مشاكل في العدالة الفرنسية، لانه لما دار هذا الفيلم تاع ان دو تروا سولي نسب هذه الاغنية لنفسه كلمة ولحنا. شاب خالد غير لها، الشاب خالد وغير لها الاسم نتاعها وغلبناها يعني في العدالة، ومع الأسف يعني كان بعض المسؤولين الجزائريين سامحهم الله، منهم من التحق بربه ومنهم من ما زال ينتظر، وقفوا معاه يعني وقفوا مع السرقة نتاع الفكر، وقفوا معاه يعني مع الأسف الشديد. كانوا ضغطوا على المدير العام نتاع لوندا على أنه يعني يوقف مع خالد، ولكن يعني مع وهذا الشيء جميل ما يعني لم ينصع المدير العام للابتزاز نتاعهم. فتصور في الجزائر ولا في فرنسا؟ لا هذوما في الجزائر. يعني لماذا؟ لأن احنا درنا رفعنا دعوة هناك في فرنسا واحد اسمه نونتير منطقة، أنا لا يعني نعم. الملحن هو اللي كان يقوم نعم معروفة نونتير، نعم في الضواحي نتاع باريس، ضواحي باريس نعم. المهم هو هنا في يعني باش يثبت لهم انه يعني كان يعتقد خالد انه الجزائريين راح يوقفوا معاه في القضيه لانه مشهور. نعم فقط. يعني هما كانوا يعتقدوا في تلك المرحله من انه خسران شاب خالد لهذه القضيه، معناتها راهو رايح هو يضرهم لانه هما مستعملينه في الواجهه من اجل تضليل الشباب ومن اجل يعني كتبنا، وحتى بعض الأصدقاء يعني كتبوا يا خالد يعني أنك تكون مطرب فقط وتكون الشاعر وما تكونش ملحن، أي ما رحش تنقص لك من قيمتك، يا خالد ربما لما تقول تنسب القصيدة لأصحابها راك تزيد رفعة، لكنه مع الأسف يجي نقولوها يعني مع الأسف العربي بالخير ربي يرحمه، يعني توسط باش يعني تصور رئيس ديوان رئيس جمهورية يتوسط باش ينحي ملكية فكرية نتاع شخص حتى تنسب لشخص آخر، أنا ما نتصورهاش. ومن بعد يجي محمد عبو الذي كان وزير للثقافة يعني يدير المستحيل باش ينحي حكيم تمسار من مديرية العامة للوندا لأنه لم ينصع لأوامره في هذه القضية، فمؤسفة ومخجلة. تصور أنه حاجات يعني تضحك يعني نعم.
جبت لهم باش نعاونهم، باش نعاون جماعه لوندا انا وهذا قويد البركان الملحن، جبنا لهم اشياء انه كنا نخلصوا على هذه الاغنيه من 1984. نعم. يعني كيفاش بعد 10 سنوات تولينا يجلين؟ قلنا لهم اننا لازم نردوا لكم دراهمكم. فهمتني؟ نعم. كيفاه هذه؟ والمضحك انه انا قدمتها لما في 84 لما كتبت له 4 اغاني. فقدمت له وقدمتهم للديوان. نعم. في 4. نجي ونلقاو هذاك الخفافيش نتاع الظلام اللي يشتغلوا ومزيه ماهمش المسؤولين الكبار. نعم. ينحيوا هذه الأغنية بالذات حتى انت طوال جنحيك ويبقيوا على الثلاثة الأخرى. يعني أنا قدم، فقلت لهم يعني لو كان جيتوا أذكي نحيوهم في 4 على الأقل، لأنه لكن مزيه ثم خلوا لي طراس، خلوا لي طراس يعني نحوها. نعم. يعني خلاو التراس، لا خلاو باللي مكتوبه باللي حتى انت طوال وجنحيك وكذا 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 كتابه في هذيك لا كوزي دي ريسبسيون اللي موجود عندي وموجود عندهم وموجوده، ولكن الاغنيه النص نحاوه. وايضا الفرع نتاع الديوان اللي موجود في وهران ايضا باعث باللي الاغنيه هذه كلمات سليمان جوادي والحان قويد البركان، ولكن حق يضغطوا، ولكن لم وكان الله يرحمه سي عمار بن تومي هو اللي كلفوا خالد باش يكون محامي نتاعو، ومع الاسف ومن بعد مع الاخير يعني جاء ببساطه قال ودي انا عمري ما كنت نقول باللي ماجي. يعني دار لنا هذا الشوشره وهرب من سكن في فرنسا من اجل هذا مثل هذه المشاكل وما الضرائب وكذا، ومن بعد يقول لك لا انا لم ادعي انها ليست من كلمات سي. يعني ولا رضخ في النهايه؟ في النهاية ضخ خلاص. نعم. راهي تاعنا. إذن نعم. إذن واش فهمت من خلال الكلام تاعك هو أنه الأشعار اللي لقات رواج هي الأشعار اللي قاموا بها، يعني غنوها مغنيين مشهورين. يعني كما كنت تقول لي أنت هو أنه الناس تميل للاستماع أكثر من أنها تميل للقراءة. يعني مثلا لو مثلا هذه الأشعار أنت درتها في ديوان ونشرتها ربما ما كانش تلقى رواج مثل ما لقات الرواج عن طريق الإعلام والمغنين. لا هو ربما الحمد لله أن الدواوين اللي تبعت حاليا 9 دواوين لأن كانت تنفذ يعني بسرعة من الأسواق ما تبقاش. نعم. لكن الأغنية أكثر انتشارا من الكتاب ومن القراءة. نعم هذه حقيقة. نفكر أنه آخر ديوان لي درناها يعني مسموع ومقروء اسمه سليمان جوادي يغني الوطن، فصاحب دار النشر دار فيه 2 سيديات مسموعين بصوت اقراهم لانه عنده قراءة جيدة الفنان فؤاد ومان. انت بس هذا الديوان يعني ربما كيف يسمعوه الناس تقبل على قراءة الشعر. نعم. منشورين هذو في الانترنت ولا لا؟ كان بعد عندي بعض الدواوين نشروهم وانا الى حد الان لا اعرف الجهه التي نشرتهم، ولكن مزيه يعني دواوين جيده اللي راهي منشوره. نعم. عندي ديوان يسموه قال سليمان منشور في واحد يسموها ادب واحد الموقع، وديوان اسمه ثلاثيات العشق الاخر ايضا منشور، وكاين بعض الديوان في عاطفيات يسموه لا شعر بعدك منشور في بعض المواقع تاع الشباب هذاك الذين يحبون سليمان جوادي فناشرينه بارك الله فيهم. نعم.
أنا موجودين، يعني اللي يبحث على بعض أشعاري سيجدها في كثير من المواقع الأدبية خاصة والشبانية. نعم الأستاذ سليمان، هل ترى مثلا حدثت لك أشياء غير متوقعة خلتك مثلا في بعض المناسبات هو أنه تصاب كما نقولوا احنا بهستيريا نتاع ضحك هكذا، ولا أشياء ما كنتش تتوقع لها وحدثت لك؟ منذ مدة بسيطة وحدثت لي واحد الحاجة، وكان في جامعة البوليدة الاثنين، العميد عميدها يعني صدفة هو صديق العائلة صديقي، وشي فتخرج واحد الشاعرة وبدت محاولة جديدة، وأنا في المنصة أنا كنت عارضيني أنا وفؤاد ومال، كان هو أو يعزف بعض القصائد نتاعي، نعم وخاصة تلك التي غناها وأداها محمد بويفا، وكان في ضمن القاعة من غير شعلال، لأنه كثير من الأساتذة ودكاترة أصدقائي وزملائي ورفقاء يعني. قلت لهم يعني جات هذه الشاعرة قالت الحمد لله أني اليوم التقيت بشاعر، ما قالتش بالشاعر، قالت بسليمان الجوادي الذي أحبه كثيرا، وبدأت تطلب في قضية الحب والحب يا ودي ونتفلق بالضحك. قلت لها ودي يا بنت الناس يعني الزوجة ماهيش لنا، ولكنني عارف باللي راح يديولها الخبر، يوصلوا لها الرسالة، خاصة انه كانت هذه الشاعرة يعني جميلة لاباس بها شكلا يعني. نعم كانت تقول في هذا الكلام يعني خلتني انفجر فعلا بالضحك. وقلت لها يا بارك الله فيك بنيتي، حتى يعني قلت لها بنيتي يعني حتى يعني ندير لها حاجز بيني وبينها. نعم قلت لها يا ودي راكي راح تلقيني في مشكله كبيره. لا تضحك حتى هي، انا لا اقصد الحب الذي فهمته وانت يعني حتى هي هاجمتني. نعم في اخر يعني وقعت لنا كثير يعني اشياء. نعم طبعا في المسيرة نتاعك هذه وخاصة يعني هذه السنوات الأخيرة كان هناك حديث يعني حول المصالحة، وراك تعرف باللي حدثت فتنة كثيرة كبيرة في الجزائر بحيث أنه ماتوا الآلاف من الجزائريين، هل ترى كتبت شيء عن المصالحة ويعني عن الوطن بصفة عامة؟ ولا أنا كتبت كثير من الأشياء حول من بداية الأزمة من 89، كتبت قصيدة بالدرجة 89 نشرت في مجلة الوحدة التي كنت أشتغل بها، ونشرت في مجلة إلى تذكرها اسمها منبر أكتوبر، أنشأها الراحل أحمد بن بلة في باريس، منبر أكتوبر نشرت فيها هذه القصيدة بالدرجة، تقول في بلادي كثرت الأحزاب والحزب الوحيد تجدد، القطرة رجعت ميزاب بالساقية مجراها تعدد. وثم كتبت قصيدة وعدة قصائد، واحدة منها لحنها محمد بوليفة وأدرجت ضمنها ملحمة الجزائر، هذه الملحمة الكبرى يسموها يا شعبنا ما أروعك يا شعبنا قلبي معك. نعم. أما بالنسبة للمصالحة والتي أنا دائما وهذا رأيي أنا أعزوها، أعزو بداياتها وأعزو نواتها للرئيس اليمين زروال. نعم. الذي اجتهد هل أصاب، ولكنه اجتهد ودار ما يسمى بقانون الرحمة. الرحمة نعم.
فأنا كتبت لا كتبت على الله مش مصالحة، كتبت أشياء أؤمن بها أنا. نعم. يعني المهم حدثت أشياء بين الجزائريين، أنا أقصد هو أنه قال مثلا أشعار اللي هي تحبب الجزائريين باش يحبوا بعضهم البعض، باش يتسامحوا، باش يتخواوا، باش يبعدوا على الصراعات هذيك، باش يبعدوا على الشحناء، الحسد، على البغضاء، يعني أشعار اللي هي تدفع الجزائريين تغنى. قال مثلا في أغاني مثل مثلا كنت تحكي لي انت على مثلا هذه انت طوال رجليك ولا مش عارف كذا، أشياء اللي هي تدفع الجزائريين على جلب شهومة. نعم. ألو ألو. نعم. يعني نسمع فيك. نعم تفضل. قل ها هو السلم تجلى. نعم. ها هو السلم تجلى، ها هو السلم تمثل، صارت الأشياء أحلى، صارت الأشياء أجمل، قد غدا للعيش معنى، مذ ملأنا الأرض أمنا، ونزعنا الخوف عنا، وتركنا السلم يقبل، عادت الأشياء، عادت الأجواء أصفى، وشعاع الشمس أدفى، صار عطر الورد أوفى، وخرير الماء أفضل، هي بالأطيار تشدو، وظباء البيض تعدو، كل شيء راح يبدو رائعا حلوا وأكمل، صار شكل الأرض أبهى، ورغيف الخبز أشهى، صارت الأوقات أزهى، وقلوب الناس أنبل، كل شيء في الجزائر طيب، أنت ساحر، جنة من صنع قادر، قدها الله وفصل، ها هو السلم تجلى، ها هو السلم تمثل. هذه الجزائر التي أحلم بها. نعم. كتبتها هذه القصيدة التي لحنها الراحل محمد بوليفة وغناها مجموعة من الأطفال، لكن مع الأسف الشديد سجلت للتلفزيون ولم تبث إلى الآن. ماذا لست أدري، المهم أن هذه القصيدة قلتها وقلت فيها ما أتمناه. نعم. نعم. وش اللي خلاهم شي يبثوها؟ يعني شي اللي هو يدفع الجزائريين على جلب شي يتحابوا، وش من سنة درتها هذه الأخ سليمان؟ أما 2008 ذاك 2008. نعم. وفازت يعني بالمناسبة هذه الأغنية بالذات فازت بالمرتبة الأولى في مهرجان الأغنية المدرسية بالواد، يعني فازت، يعني كان من المفروض لأنها فازت وكذا يديروا لها. وش هو العنوان نتاعها؟ العنوان نتاعها ها هو السلم تجلى. نعم. ها هو تجلى، ها هو السلم تمثل، غناها واسمه بوليفة. لا غناها مجموعة من الأطفال. هو اللي لحنها برك، هو لحنها فقط. اوكي. نعم. وكانت يعني درنا نقول مثلا عندي واحد القصيدة نقول فيها جميل لو تصالحنا، جميل لو ترافقنا، جميل لو تصالحنا وللأفراح عانقنا، تعالوا نجعل الحب وسيطا بيننا دوما، به نستسهل الصعب نجافي الهم والغم، مثلا من هذا النوع. أكتب الأشياء ولكن مع الأسف كان. وكان هذه يا صديقي غناها لحنها محمد بوليفة وغناها ثنائي
يوسفي توفيق و المطربة دنيا، نعم، وظفت في التلفزيون توقفا سخيفا، نعم، يعني عوض أن توظف وتدال هذه الأغنية في الأيام العادية روجوا بها للانتخابات وكذا. أنا يعني تأسفت وأبديت أسفي للمسؤولين في التلفزيون. نعم، يعني استعملت في غير محلها الأغنية هذه يدي تمدد يدك، مسموع صوتي؟ نعم أنا نسمع فيك، تفضل يا أستاذ. لا نعم، للأسف شديد هو أنه انقطع الاتصال بالأستاذ سليمان. المهم نحن على المباشر. ألو 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 أستاذ سليمان، ظهر وأنه عندك خلل في الصوت، ربما راه عندك مشكلة في الصوت أستاذ سليمان. إذن نأسف لكل الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا الإذاعة تاع وطني. نحن على المباشر اليوم الجمعة 13 ماي 2016، وحوار نتاع اليوم هو حول الحنين، وكنا في حوار مباشر مع الأستاذ سليمان جواد اللي هو شاعر جزائري. ربما وقع فيه خلل، حاولوا أن نستدركوا، ربما كم تعرفوا الانترنت في الجزائر. نحاولوا أن نعود نستدركوا ونكملوا ما تبقى لنا من هذا الحوار اللي للأسف شديد كنا وعدناكم على جل باش يكون الجمعة الماضية، نظرا لضعف الخط أجلنا هذا الحوار. إذن نحاولوا هو أنه نكملوا هذا الحوار في انتظار هو أنه يعود يرجع الأخ سليمان جوادي اللي كان يتحدث حول بعض الأشعار اللي ألقاها ولحنت. ألو ألو نعم، حدث انقطاع. نعم حدث انقطاع. نعم قلت لك حدث انقطاع. هل تسمعني الأخ سليمان؟ للأسف الشديد إذن كان فيه انقطاع، ظهر هو أنه يا الله يا كريم. إذن لازلنا على المباشر مع الأستاذ سليمان جوادي، أتمنى هو أنه يعود يرجع للخط مثل ما كان حتى باش نكملوا هذا الحوار. كنا إذن بصدد الحديث حول الأغنية اللي تم الترويج لها وتم الاستعمال تاعها في غير المحل تاعها، وظهر هو أنه ما كانش راضي على الاستعمال تاع الأغنية التي استعملت كما كان يقول أثناء الحملة الانتخابية. ألو ألو نعم أنا أسمعك الأستاذ سليمان. نعم أنا نسمع فيك، تفضل أستاذ. إذن نحن على المباشر الإخوة والأخوات، يبدو هو أنه كان فيه خلل في الانترنت، خلل في الخط نتاع الأستاذ سليمان جوادي، لست أدري ماذا حدث. المهم لازلنا على المباشر على جل باش نزيدو نكملو ما تبقى لنا من هذا الحوار. كنا نتحدث حول القصيدة اللي ألقاها وتم الترويج نتاعها في التلفزيون، ويبدو هو أنه ما كانش راضي بالترويج نتاعها لأنها استعملت في غير محلها. إذن يبدو من أنه قطع الخط نتاع الانترنت، هذا هو الشيء الواضح. نأسف إذن على هذا الانقطاع. المهم في الانتظار هو أنه ربما يعود يرجع الأستاذ سليمان. نخليكم مع هذا الموسيقى في انتظار هو أنه يعود يرجع الأستاذ سليمان. يا الله يا كريم،
إذن الإخوة والأخوات، نحن على المباشر اليوم الجمعة 13 ماي 2016، البرنامج نتاع الحنين اللي كنا دائما نجريوه يوم الجمعة. نحن في حوار مع الشاعر الجزائري الأستاذ سليمان جوادي. أستاذ مرحبا بك أستاذ سليمان من جديد. كان حدث انقطاع، كنا نتحدث حول قصيدة قلت لي من أنه تم الترويج لها في أثناء الحملة الانتخابية، وكنت أنت ماكش راضي يعني. لأنني كنت أتحدث فيها عن الصلح الصلح، فوظفت في غير ما كنت أتمناه. كنت نتمنى أن هذه يعني توظف يعني عادي، يعني أنها نقول فيها هذه القصيدة. قلت لحنها محمد بوليفة رحمه الله، وأداها كل من يوسف توفيق والفنانة دنيا. نعم. اسم القصيدة: لا عز لي إلا معك. نعم. هذه فامدد يدك، فالصلح خير لي ولك. نعم. ما ضرنا معا نمضي لا أعلم، الحب نبني موطنا. نعم. يظل لي يظل لك، يضمنا يجمعنا يحفظنا بنظنك. نعم. افتح صدري أذرعك، يفتح لقومي أسعد، فأنت كنتي يا أخي وإنني منك ولك. يا وطنا يسكنني، أنا سلكت أو سلك، تسري وتجري في دمي، فكيف لي أن أهجرك؟ يا وطن ضاع الذي في النائبات ضيعك، فقاف من فر ومن لدت خطوبي بدلك. جزائر الخير التي أكرمها الذي ملك، لا عز لي لا مجد لي إلا معك، إلا معك، إلا معك. هذه هي القصيدة. ما شاء الله، ما شاء الله، قصيدة رائعة. نتمنى إن شاء الله نعود نسمعها، تكون هي منشورة، راها موجودة في الانترنت يعني الأغنية هذه التي أدوها. وربما يعني شوف مع احنا نحتاجه في الإذاعة نتاع وطني، كل الأغاني الوطنية، كل الأغاني اللي هي تدفع إلى الجزائريين على جال باش يحبوا بعضهم، تدفع الى اللحمه، تدفع الى الاخوه، الى التسامح. كل هذه الاشياء احنا ماذا بنا على جال باش نروجوا لها في الاذاعه نتاع وطني. جميل والله، غير جميل. يا ريت. نعم. يا ريت. نعم. انا ماذا بنا الاشياء يعني تديروها، وسابحث عنها معكم. نعم، ربي يبارك فيك. نعم، نبحث عليها. نعم. أستاذ سليمان، كيفاش تشوف أنت الساحة الثقافية يعني بين الجيل نتاعك، الجيل نتاع السبعينات والجيل نتاع اليوم؟ يعني كيفاش راك تشوف أنت يعني التقييم نتاعك للساحة الثقافية بين هذه الأجيال؟ والله إحنا رغم قلة الوسائط وربما حتى انعدامها في بعض الأحيان في وقتنا وفي جيلنا، إلا أن كان هناك انتشار لقصائدنا، وانتشار يعني مقبول جدا. نعم. على الأقل أننا كأدباء وكشعراء كانت تروج. أيضا كنا ننشر في المجلات الأدبية الراقية اللي كانت موجودة، كما مثلا الأداب، الموقف الأدبي، الأقلام العراقية، فكانت هناك هذه الوسائط التقليدية بالمقارنة للوسائط الحديثة، إلا أنها كانت تفي بالغرض، لأنها وسائط نوعية ونوعية جدا. نعم. يعني
كنا نشعر يعني بأن غرورنا الأدبي والفكري استطعنا أن نحققه من خلال هذه الوسائط. أيضا كانت هناك نوع من التحابب بيننا، ربما نحن في جيل السبعينيات كنا نعرف بعضنا البعض حتى عائليا، يعني كنا نتزاور، كنا نسأل كثير عن بعضنا بعض. لم تكن هناك صراعات، حتى إذا كانت هناك صراعات يعني سرعان ما تخفت بتدخل تدخلنا. ندير هناك مجالس الصلح بين إخواننا، يعني كانت لم تكن صراعات كبيرة وطويلة كالتي تحدث الآن. نعم. الآن موفرة كل الأشياء، الوسائط انتشرت خاصة هذا المواقع الإلكترونية الكثيرة، هذا الإنترنت، كل شيء. لكن مع الأسف أيضا كثرة هذه الوسائط، أيضا كثر هناك الشحناء والبغضاء بين الأدباء مع الأسف. يعني هناك أشياء بعيدة كل البعد عن الأدب تدخلت في الأدب وفي الشعر، نتمناه أن تزول إن شاء الله. نعم أستاذ سليمان، دائما في هذا المجال نتاع الأدب ونتاع الثقافة، لو نأخذ مثلا فرنسا اللي راها تعتبر هي مرجع للكثير من الدول هكذا اللي راها تتحدث عن هذا الحداثة وكذا، نشوفوا باللي مثلا فرنسا هي الأدباء نتاعها كانوا هما المهد نتاع هذاك الحداثة، يعني مثلا في الشعر في الأدب إلى غير ذلك. في المقارنة نشوفوا مثلا الجزائريين، يعني هذا الأدباء والمثقفين ما عندهمش يعني مكانة في هذا المجتمع. يعني تروح مثلا تلقى مثلا واحد اللاعب نتاع كرة قدم ولا مغني ما عنده مكانة في المجتمع أكثر من المكانة نتاع هذاك الأديب وهذاك المثقف. يعني هذا الواش راجع؟ هل ترى هو قال مثلا الدولة ما يجي عاطية اهتمام لهذا المثقفين وهذا الأدباء، وإلا المجتمع هو الميل نتاعه هكذاك؟ لا، أنا أقول دائما نقولها أنا أننا من فرنسا لا نستفيد إلا من سلبياتها. مثلا أنا نقول جماعة يحبون مثلا حياة ديغول ولا حياة ميتيرون، لا يحبون هذا الشخص، ما يديروش قدوة. مثلا المسؤول نتاعنا يقولش أنا هذا ديغول الذي أعتبره مثلا شخصية جيدة، لماذا لا أقتدي به في حبي للغتي ولوطني؟ لا يقتدي به، يقتدي به ربما لأشياء أخرى، ربما يقتدي به في حبه لفرنسا، فهو أيضا يحب فرنسا كما أحبها ديغول. لست أدري إن وصلت فكرتي أم لا. فنحن أنا شخصيا أحب كثيرا من الأدباء الفرنسيين، والتقيت بكثير منهم في مهرجان أستروغا العالمي، يعني في جمهورية مقدونيا، وتراسلنا، وكان معنا المرحوم جمال عمراني الشاعر الجزائري اللي يكتب بالفرنسية، وكانوا يحبوه وكانوا يعرفوه كثير. لكن احنا مع الأسف الأمور عندنا مقلوبة، ليس في قضية كرة القدم فقط، في قضية أنا حضرت المجلس قريب، أصبت يعني بنوع من الانهيار الداخلي والانهزام الداخلي. فعلا مجلس
عرض عليه أحد الكتاب في مدينة الجلفة بمناسبة اختتان ابنه، نعم. فيدخل عالم من علماء المدينة، عالم جليل، توفي رحمه الله الشيخ عامر محفوظي، دخل كثير من الناس قاموا ليه بكسل، هم يعني يتكاسلوا نعم سلموا عليه وكأنه يعني كأنه لا حدث، شخص يعني عادي. نعم دخل بعده بحوالي نصف ساعة مقاول جاهل أمي تافه زاني، يعني كل الرذائل اللي فيه، لا أنا كلهم قاموا، يعني شعرت بنوع من الانهزام. هذا في بيئة، والجلفة يعني بيئة أدباء وبيئة علم وبيئة كذا، فتوجد فيها، فما بالك بالمدن الأخرى، نعم يعني أشياء يعني كثير. احنا نروح كثير مناسبات، يعني دائما الأديب والعالم وكذا هو في آخر القائمة. احنا يعني شفنا رئيس الجمهورية استقبل زيدان، نعم بوتفليقة ربي يشفيه، نعم استقبل زيدان، هل استقبل في يوم من الأيام الدكتور سعد الله رحمه الله، وهو من هو نعم صاحب مئات الذاكرة الجزائرية، هو الذي حافظ عليها، هل استقبل برك أحلام مستغانمي ودات عدة جوائز عالمية؟ يعني الدنيا راهي من الباب للمحراب، كلها كيف كيف، يعني لماذا نلوم احنا المواطن البسيط؟ يعني كل كيف كيف. انت جي مش عارف، انا الولاد كل حاجة يعني يستقبلوا لاعب كرة القدم ليه من اي اديب معروف او اكاديمي معروف، يعني هذا مع الاسف يجب. ولكن يعني لما نطرح هذه الامور للمناقشه هي مساله جيده، يعني بارك الله فيك انك تطرحها للمناقشه، ماذا بينا ماهوش غير في عندكم في الوطن، يعني تطرح جميع الوسائط، يعني نعم نعاود نرجعوا القيمة لهذا المثقفين وكذا. نعم هذا لا يعني أننا يعني نهمل هذا الجماعة، هما في الحقيقة يعني هي مواهب، يعني سواء في كرة القدم وكل حاجة، ولكن بيني وبينك يبقى دائما الفكر عنده مرتبته، عنده مكانته، يجب أن نهتم به أكثر من اهتمامنا بالرياضة. هذا نعم ربما لك تشوف تلاحظ أننا في الجزائر، خاصة نتكلم عن الجزائر، احنا نصلحوا دارنا من بعد نشوف الآخرين. الجزائر تشوف الملايير، الملايير التي تصرف على كرة القدم وتصرف على الرياضة عموما، خاصة كرة القدم، يتكلموش عليها. إذا داروا طلعوا مسرحية واحدة بمثلا مليار، يعني كل يعني حتى والله المثقفين أيضا راهم زايدين، يعني يتكلموا على هذا المليار اللي دار في المسرحية، وعلاه يا سيدي أنا والله زوج ملايير، لا أربعة ملايير، يا أخي راحت الملايير في عمل فني، والداوة ناس يهتموا بالفن، علاه نظل نتكلموا؟ يعني حتى الأدباء راهم مساهمين في أن الناس تهمشهم، لأنهم يعني يتكلموا على أشياء تافهة عوض أن يتكلموا على الجوهر. نعم شكرا أستاذ سليمان. كلمة أخيرة توجهها للمستمعين تاع إذاعة وطني وللشباب بصفة عامة. أنا أولا
أولا أشكركم على هذه الاستضافة. أنا كان بدنا يشاركونا إخوة وأخوات من الخارج، لكن للأسف الشديد لما شفت أنا المرة اللي فاتت ما جيتش نظرا لضعف الخط نتاع الانترنت، قلت أنا لا ربما نزيدوا نعلنوا على اللقاء يزيدوا يفشلونا الحوار هذا، خلي نديروه ومن بعد ربما يكونوا الإخوة ما على بالهمش. تفضل. هذا المهم، احنا نتمنى نقول فقط للجزائريين أحبوا بعضكم بعض، أحبوا بعضكم بعض، أحبوا بعضكم بعض، فبالحب نبني هذا الوطن. هذه كلمتي الأخيرة. نعم، شكرا أستاذ سليمان، إن شاء الله نلتقي في فرصة واحدة أخرى. شكرا على الرحابة نتاع صدرك، وشكرا لهذا الوقت اللي منحته للإذاعة نتاع وطني. نتمنى هو أنه إن شاء الله نلتقي في فرص واحدة أخرى بحول الله. شكرا أستاذ سليمان. إذن كان هذا حوار على المباشر مع الأستاذ سليمان جوادي اللي هو شاعر جزائري وكاتب جزائري. نلتقي إن شاء الله يوم الغد في حوار أين الخلل، حيث سنناقش موضوع نتاع المؤتمرات في الجزائر والتغيير. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ سليمان. شكرا. الحنين. برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر.